يتحدثون عن هيبة الدولة واستقلال القضاء، ثم يحاصرون ويهددون الدستورية. عن أي دولة يتحدثون وبأي هيبة يتشدقون؟ شتان ما بين الديمقراطية والغوغائية. عجبا لرئيس من المفترض أنه منتخب، قرر أن يقوم بانقلاب على الشرعية والقسم والدستورية والدستور. هناك مكان في الجحيم محجوز لمن يقفون على الحياد في الأوقات الحاسمة، وهناك مكان أسوأ منه للذين يتصورون أنهم أكثر علما من الجميع. ارحمونا. أتعجب من الذين نجحوا قبل أسبوع أن يهزوا عرش الحالم بالاستبداد، وإذا بهم الآن يتحدثون بانهزامية. الإخوان ليسوا خطرا على مصر، مصر هي الخطر عليهم. الرئيس لم يفي بوعده في العمل على إطلاق دستور توافقي. الدعوة للاستفتاء على الدستور دون توافق إصرار على تقسيم الوطن وترسيخ انقسام المجتمع. يا نخبة العار، تريدون أن تحاصروا مقر رئيس منتخب، ولا تريدون أن يتظاهر المصريون أمام محكمة عين أعضاءها مبارك وتعرقل بناء أي مؤسسة في البلد؟ يذكر زكريا عبد العزيز على القضاء ما قام هو نفسه بالقيام به هو وزملائه عام 2006. الآن علمت أن المشكلة ليست في الرئيس، المشكلة فينا. الثوار وقفوا قدام مجلس الوزراء تشنجوا وقال لك هبت الدولة في خطر، ودلوقتي الإخوان قدام المحكمة الدستورية بيعملوا إيه؟ بيغيروا جو؟ يذهب الجميع إلى هذا الاستفتاء ليقول رأيه في هذا المشروع للدستور بكل حرية. فجرت دعوة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي المواطنين للاستفتاء على الدستور الجديد في 15 ديسمبر الجاري غضب القوى المدنية وجبهة الإنقاذ الوطني الرافضة للإعلان الدستوري والدستور الذي أصدرته الجمعية التأسيسية التي رفضوا تشكيلها. وأعلنت هذه القوى أن العصيان المدني بات هو الملجأ الأخير من أجل الضغط على الرئيس محمد مرسي لسحب الإعلان الدستوري وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تعبر عن الشعب المصري. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فبعد إصرار الرئيس على إحالة الدستور للاستفتاء دون التوافق مع القوى المدنية، وخاصة بعد المليونية التي قامت فيها القوى الإسلامية باستعراض قوتها، أعلن المعتصمين بميدان التحرير استعدادهم للزحف نحو قصر الاتحادية لمحاصرته لحين رجوع الرئيس عن قراره. ومع تطاير الأخبار الأولى لتلويح القوى المدنية بالتجهيز للزحف نحو قصر الرئاسة، بدأ تصعيد آخر للأمور، ولكن هذه المرة من قبل أنصار القوى الإسلامية الذين احتشدوا أمام المحكمة الدستورية العليا لمنع القضاء من الوصول إليها، ونظر قضيتي حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى لتقرر بعدها هيئة المحكمة في بيان لها تعليق أعمالها لأجل غير مسمى اعتراضا على ما اعتبرته إهانة للقضاء المصري. وبين التصعيد والتصعيد المضاد وما بين مليونية مدنية وأخرى إسلامية، أصبح المصريون وكأنهم شعبين يعيشون على أرض وطن واحد، وهو ما يجعل مصر على فوهة بركان في المرحلة القادمة. وباتت الأمور على أرض البلاد أمام انفجار بات لازما على الجميع العمل على نزع فتيله. كيف سيكون العمل على نزع فتيل الأزمة؟ إزاي هيكون التصعيد؟ وهل التصعيد مش من الممكن أن هو يؤدي إلى تصعيد مضاد؟ إزاي هتواجه جبهة الإنقاذ هذه القرارات وهذه الانقسامات؟ وكيف سيواجهه أيضا السادة القضاة؟ ده اللي هنتناقش فيه مع السادة الضيوف. بشرفنا سيادة المستشار عادل أورا رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق. صباح الخير سيادة المستشار. صباح النور. بشرفنا أيضا الأستاذ عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني. صباح الخير يا فندم. صباح النور. القضاء كان هناك قرار بالأمس أعلنه سيد رئيس نادي القضاء بأنه سيكون هناك مقاطعة للإشراف على الاستفتاء. كيف ترى هذا الموقف؟ وهل ترى تصعيد مساوي للحدث الأساسي أم أنه ربما بالغ كما يرى البعض؟ لا، هو تصعيد للموقف بلا شك يعني. وتصعيد أنا عاوز أقول من كل الجوانب دلوقتي، مش بس هنقول من القضاء فقط، ولكن تصعيد من هنا وهناك ومن كل اتجاه يعني. وهي دي الأزمة في هذا يعني. إنما اللي عاوز أنصح به أن يعني
إذا حدث استفتاء في ميعاده ليكن ذلك يعني موافقة القضاء كلهم، ما يحصلش انشقاق بين القضاء إن جزء موافق على إنه يروح للإشراف على الاستفتاء وجزء آخر يقول إن أنا ممتنع التزاما أدبيا، مش بقول إنه التزام قانوني، لما صدر من توصية من نادي القضاء. دي هتكون نتيجتها مش فقط على الاستفتاء في ذاته، وإنما بعتقد إنها تكون ليها أثر سيء على الأداء القضائي في المستقبل، لأن بعض القضاة خضعوا يعني جبرا بأنهم يروحوا يشرفوا على الاستفتاء والبعض الآخر رفض، فهتعمل يعني انقسام أثروا على العمل في المستقبل. يعني إيه دفع جبرا للإشراف على الاستفتاء؟ يعني إذا كان هناك بقى لازم تروح ولازم تروح، وإلا مثلا هيكون في جزاء تأديبي إن ده واجب وطني إن ده كذا، لا الإشراف يكون برغبة من القضاء، ده اللي أنا عاوز أقوله، إنما ما يكونش نتيجة لأن أنا بقول له ده يعني حتى ولو أجبره أدبيا ده واجب وطني ولازم تروح وإلى آخره، إنما هو لازم يستشعر من نفسه أن هذا واجب وطني. يعني هذا ما وجدناه حتى الآن، هذا الواجب يعني. هذا ما وجدناه حتى الآن، إنه حتى وإن لم يكن هناك إجماع بشكل كامل وتام على فكرة مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، هناك بعض من القضاء اللي أكدوا رفضهم للإعلان الدستوري، أكدوا رفضهم للمسودة النهائية من الدستور، ولكنهم أكدوا على أنه هذا هو واجبهم وبالتالي سيقومون به، ومن خلال يعني بعض الآراء اللي نشرت على لسان بعض من القضاء. طب إزاي من الممكن أن نحقق هذا الإجماع سيادة المستشار في ظل هذا التصعيد اللي رأى البعض يوم حالك السواد ويوم أسود في حياة القضاء العالمي والقضاء المصري تحديدا بعد محاصرة المحكمة الدستورية؟ ما حضرتك بتحط ايدك على المشكلة، ان حتى من راضي بانه هو يشرف على هذا الاستفتاء راضي انه يقول ان انا مش موافق على الدستور لكن هروح وادي العمل واجبا، ده جائز وده صحيح وده ممكن يكون ان هو يعني شعر زي ما بقول لحضرتك استشعر بانه واجب وطني ولا بد ان يقوم به، سواء يعني انتهى بنعم او بلا او قال حتى افصح عن رايه فيما يتعلق بالدستور، انما خشيتي ان اخرين يروحوا تحت فكره انه يعني حد قال لهم لازم تروح لان هذا واجب وطني ومن لا يذهب يبقى تحمل يعني تبعات الموقف، لان ديت يعني اذا خضع مره أنا ما أضمنش أنه يخضع في مرات في المستقبل أثناء عمله القضائي، فأنا بقول أن انعكاسها مش بس على الاستفتاء ولكن انعكاسها على تكوين القاضي مستقبلا بأنه أصبح يقبل الخضوع، وبالتالي هي مهددة لاستقلال القضاء، خصوصا أن يعني القائمين على يعني وزارة العدل حتى الرئيس الجمعية التأسيسية كان من أشد المنادين بعدم الضغط على القضاء، وكان رئيس أشد المجلس الأعلى للقضاء، وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعني، لكن نفس أنا بتكلم على اتجاهه بين القضاء كان من أشد اللي يعني بيقولوا ينبغي ألا يكون أي ضغط ولو يسير على القضاء. صحيح. ضغط يسير أنا مش بقولها علشان القضاء في مصر وهو مؤسسة لابد أن تقوم بعملها على خير وجهها. طيب ماذا عن القوى الوطنية المدنية أستاذ عبد الغفار شكر؟ وسمعنا عن أشكال تصعيدية مختلفة، سمعنا عن دعوات للعصيان المدني، سمعنا عن دعوات للزحف نحو الاتحادية، سمعنا عن دعوات مختلفة، ولكن لكل دعوة مؤيديها ومعارضة عاديها أو رافضيها، إلى أي توجه وتصعيد اتفقتم في النهاية؟ يعني الحقيقة أن جبهة الإنقاذ الوطني كانت مجتمعة مبارح، يعني الحياة السياسية كانت مجتمعة مبارح. الأشكال المتداولة للتصعيد السياسي زي ما حضرتك قلت في ثلاث أشكال: استمرار الاعتصام في ميدان التحرير إلى أن تحل المشكلة، الزحف إلى قصر الاتحادية، العصيان المدني. امبارح جابت الانقاذ الوطني رايها ان الشباب هو صاحب القرار، يعني هو اللي له انه ياخد القرار، لكن هي ضد الدعوه الى الزحف الى قصر الاتحاديه، ضد الدعوه للزحف الى الاتحاديه، لكن الشباب هو حر، لكن احنا ضد ليه؟ حياه ثوره 25 يناير وسلامه العمليه السياسيه الجاريه الان والصراع الجاري الان هو في سلميه الثوره، علينا نحن نتحاشى أي سلوك يؤدي إلى مواجهات وإلى عنف. الزحف إلى قصر الاتحادية ممكن يترتب عليه مواجهات مع قوات أمن أو قوات مسلحة تقطع الطريق
على الرايحين او ربما بعض المؤيدين يعني وربما كانت هناك اشاره يعني كان الواضح يعني مما قرات صباحا على يعني موقع فيسبوك وتويتر كان في تبادل للبعض لرساله قام بتوجيهها الاستاذ عصام سلطان المحامي وطبعا من قيادات حزب الوسطي وجهها للدكتور عمرو حمزاوي يعني كان بها بعض اللوم انه ربما يكون هناك تفاعل مع دعوته للزحف الاتحاديه ان كان دعا يعني ولكن هذه كانت نص رسالة الأستاذ عصام سلطان أنه قد يكون في انتظارهم 15 مليون من مؤيدي ومناصري السيد الرئيس وبالتالي يكون في يعني لا قدر الله اشتباكات وبالتالي عنف ودماء. إذن في جبهة الإنقاذ لا تؤيدون هذه ده لو كان في 15 مليون زي ما تقال أن كان في 6 مليون هذا ما كتب قدام جامعة القاهرة يعني المهم ان جبهة الانقاذ لها موقف محدد ان الشباب هو صاحب القرار لكن في الاخر احنا رؤيتنا السياسية ان الزحف الى قصر الاتحادية ممكن يترتب عليه زي ما قلت مواجهات او يعني طب كده. والشباب توجههم ايه يعني هل الشباب حتى الان عاوزين يروحوا قصر الاتحادية مساء الثلاثاء يعني يختموا مساء الثلاثاء يعني هو في دعوة دلوقتي لمليونية يوم الثلاث فهم قالوا مساء الثلاثاء يتوجهوا الى هناك ده شكل الشكل الثاني انا شخصيا رايي ان هو يعني لا يلجا اليه لانه العصيان المدني هو حاله جماهيريه مش قرار قياده المجتمعات اللي شهدت عصيان مدني ونموذج السودان ضد حكومه ابراهيم عبود ان المجتمع بيوصل لمرحله يجد فيها انه ما فيش حل غير انه يمتنع عن العمل فتبدا سلسله من الاضرابات في قطاعات مختلفه القياده الذكيه بتلقط ان التوجه ده يسير نحو العصيان المدني فتطرح قضيه العصيان المدني مش هي تاخد القرار بصرف النظر عن حاله هو المجتمع. مش قرار فوقي مش لا. نخبوي لا. مش سياسي لا هو قرار تفاعل. شعبي هو قرار شعبي والقياده دورها التفاعل مع هذا القرار والتقاطه في اللحظه المناسبه انا لا استبعد ان مصر تكون رايحه للعصيان المدني بس مش اللحظه اللي احنا فيها دي زي ما حصل قبل تنحي مبارك بيومين واللي عجل بان مبارك يتنحى ان كان فيه اتجاه متزايد الى الاضراب في قطاعات طيب مختلفة. كيف ترى يعني نسبه التفاعل مع الدعوه للعصيان المدني على الرغم من يعني رؤيه حضرتك ليها استاذ عبد الغفار يعني احنا سؤال حلقتنا النهارده للساده مشاهدينا وعلى الفيسبوك هل انت مع الدعوه للعصيان المدني كوسيله لوقف الاستفتاء على الدستور نعم جاءت بنسبه 67% لا جاءت بنسبه 33% ما انا قلت الاتجاه العام عند الشباب هو التصعيد والتصعيد بالأشكال اللي تنتهي بالضربة القاضية الصراع في مصر لن ينتهي بالضربة القاضية الصراع في مصر هيحسم بالنقط يعني أنا في رأيي الجانب أنا شخصيا الجانب اللي أنا مهتم به أكتر بكتير إنه هو ذلك الحوار الجاري في المجتمع الآن كل بيت فيه حوار شاشات التلفزيون عليها حوار صحيح. الصحف فيها حوار التجمعات فيها حوار هذا الحوار هو اللي هيصنع مستقبل مصر صحيح فيه مئات الألوف من الشباب المصري ومن المواطنين المصريين العاديين جذبوا إلى ساحة العمل العام المحافظة على أنهم يستمروا في ساحة العمل العام وأنهم يدخلوا في نقاشات وأنهم يعملوا مواجهات محسوبة هو ده اللي هيعزز الحياة السياسية في مصر وهيعزز قدرة الحركة الجماهيرية المنظمة وهو ده اللي يحسم في صندوق الانتخاب لأن احنا في الآخر عينينا على أن التطور الديمقراطي الجاري في مصر الآن يكتمل مش نفسده بمواجهات عنيفة وحادة ونتصور أن في حد ممكن يكسب لا الحكومة هتكسب ولا الإخوان المسلمين هيكسبوا ولا القوى السياسية هتكسب ولا أي فصيل ولا أي مواطن طيب عندنا ثلاث احتمالات حضرتك اتكلمت عنهم استمرار الاعتصام في الميدان الزحف اللي يعني حضراتكم الزحف للاتحادية حضراتكم مش بتؤيدوه في جبهة الإنقاذ ولكن الشباب بيؤيدوه ونحن لا نمنع الشباب ناخد قراره ايوه يعني احنا ولكن مش حتى مش الآن لم يتم التوافق لم يتم الاتفاق على يعني في جهود تصعيد محدد في جهود بتبذل في الميدان من خلال المناقشات انه الاعتصام يعني ينتهي مساء الثلاثاء طيب
هل من ضمن مثلا أفكار التصعيد مثلا أن يكون هناك حوارا؟ يعني سنطرح هذا السؤال على سيادة المستشار عادل قورة وأستاذ عبد الغفار شكر، ولكن اسمحوا لنا ناخد على التليفون وكممثل لحزب الحرية والعدالة الأستاذ مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة. صباح الخير أستاذ مختار. أستاذ مختار العشري، يعني التصعيد من جهات مختلفة سواء من أحزاب وقوى سياسية أو من جهات قضائية، كيف تتعاملون في حزب الحرية والعدالة مع هذه المناقشات لإيجاد الرد المناسب، التصعيد المناسب على القرارات التي رفضت من جانبهم مؤخرا؟ لا رحمن الرحيم، اعتقد يعني انا بنضم كثيرا لكلام الاستاذ عبد الغفار شكر ان المساله لن تحسم بفرض العضلات في الشارع باي شكل كان، ولا بالدعوه الى بعض الاجراءات التي قد تؤدي الى مشكلات اكبر، ولكن الحل هو ان تجلس القوى الوطنيه جميعا ويتحاوروا ويصلوا الى حلول تؤدي إلى يعني أن نأخذ مصر إلى بر الأمان إن شاء الله. إن شاء الله. وأعتقد أن حزب الحرية والعدالة منذ أول يوم ويدعو إلى الحوار، فالبعض يعني تشدق وقال لا حوار إلا بعد سحب الإعلان الدستوري، وأعتقد أنه إذا كان الإعلان الدستوري سحب فمسيما الحوار، وكانت المشكلة على الإعلان إذا سحب ففيما الحوار. طيب. يعني الآن الجو أعتقد مهيئ أكثر، نحن نتحاور حول يعني الوطن، ليس المسألة لا هي مسألة إعلان دستوري ولا مسألة استفتاء، إنما الموضوع أكبر من ذلك، نريد أن نصل إلى نقاط اتفاق في كيفية التحول الديمقراطي نفسه. طيب أستاذ مختار العشري اسمح لي، يعني حضرتك بتقول إنه الأفضل هو أن يكون هناك حوار وأن يكون هناك نقاش وحتى يكون هناك توافق، وأنه كان قبل كده في بعض الآراء بتقول لا حوار إلا بعد سحب الإعلان الدستوري، ولكن الخطوة التي كانت فيما بعد من خلال يعني الانتهاء وعلى عجل من المسودة النهائية للدستور وقيام السيد الرئيس بطرحها للاستفتاء ودعوة الشعب للاستفتاء عليهم 15 القادم رآها البعض أيضا بمثابة تصعيد، كيف ترى أو تقيم الدعوة لحوار بعد تصعيد عقبه تصعيد آخر؟ ليس، لا لا لا، أولا هذا الدستور صار للجمعية التأسيسية ما يقرب من 6 أشهر وهي يعني تقوم عليه، وليس هناك استعجال، لذا كانت المسألة الرئيس بالعكس أعطى 2 شهر في الإعلان الدستوري للقيام بذلك، وختم في يوم تقريبا يا فندم. أيوة يعني الجمعية التأسيسية رأت أن المسألة يعني 2 شهر زي يوم زي 2 سنين، لأن هم انتهوا بالفعل من الدستور وكان باقي الحوار المجتمعي وقاموا به منذ حوالي، ولكن يا فندم يعني بعض المشاهد من سير الجلسات أثبتت أنه لم يكن هناك توافق بشكل كامل حتى داخل التأسيسية. لا غير صحيح، هذا غير صحيح بالمرة، كانت هناك 13 مادة مختلف عليها وضعوها في ورقة مستقلة وقالوا هذه ليست للتصويت وإنما للتوافق، ووقع عليها كل القوى الوطنية التي كانت موجودة بالجمعية التأسيسية وكذلك بعض الشخصيات التي يعني كانت موجودة. ولكن ماذا عن المادة 139 والمحددة للعلاقة ما بين مجلس الوزراء والسيد الرئيس واختيار وتشكيل الحكومة وكيفية التصويت عليها، وبعدما وجد السيد المستشار الغرياني أنه نسبة الرفض ليها حوالي 16 صوت أكد للأعضاء أنه أن احنا توافقنا عليها وأنها استوت من المناقشة وناقشناها لما استوت، وانه يعني هذا الخلاف او وجود هذه 16 يد مرفوعه بالمعارضه قد تؤجل التصويت عليها 48 ساعه، واشار للساده اللي موجودين مين يعني مين ما زال معترض بعد كلامي، فكان المعارضين فقط 4. تمام هذا شان الجمعيه التاسيسيه، يعني هو الراجل بيوضح لهم المخاوف والمخاطر اللي موجودة، وهم لو أصروا على موقفهم
يعني هيقعدوا فعلا 48 ساعة؟ لا مش هيقعد 48 ساعة، هتطرح مرة أخرى بعد 48 ساعة. نعم يا فندم؟ مش هيقعدوا 48 ساعة داخل المناقشة يا فندم، ولكن هتطرح بعد 48 ساعة. أيوة أنا فاهم، طبقا للائحة. طب وإيه الخطورة في إنها تطرح بعد 48 ساعة؟ نعم. إيه الخطورة؟ إن كان في سيف مسلط اسمه المحكمة الدستورية العليا جاهزة كما قال بعض قضاتها بالأحكام مقدمة. مين قضاتها تحديدا اللي تحدثوا عن هذا؟ أنا شوفي أنا لا أذكر أسماء. واخد بقى حضرتك، هذه واحده. انا ما تعودناش احنا ما بنتكلم عن القضاء لازم نتحدث فيه بقدره وبقيمته ولا نتحدث عن اشخاص، ولكنها تنال من قدره ومن قيمته مع عدم ذكر هذه الاسماء. لا تنال من قدره ومن قيمته، والجميع يعلم موقف المحكمه الدستوريه، وهي لم تكفي ذلك. هي اصدرته في بيانات اخرها امبارح، وقبل من يومين ثلاثه اصدرت بيان مشابه اشد، يعني هي بتشدد اللهجه ودخلت في اللعبه السياسيه وكانها جزء منها. طب اسمح لي، المساله ليست اصبحت قضاء انما اصبحت سياسه بالنسبه للمحكمه الدستوريه للاسف الشديد. هذا امر اخر. اسمح لي يا استاذ مختار العشري، نستمع لتعليق من سياده المستشار عادل اورا. يعني ما هو تعليقك سياده المستشار؟ هو تعليق على الحديث كله. طبعا انا متفق مع ان التصعيد في غير مصلحه مصر، وان الكل لابد ان يعلم هذا، وان لابد ان يكون الجلوس على طاوله يعني محادثات ومفاوضات والانتهاء الى الراي السواء بالراي التوافقي. انما لا انا موافق على ان يبقى في ضربه قاضيه ولا ضربه معلش يعني ماذا بالنقط. انما يكون داخلنا معلش ما انا هو الحضر. يكون في داخلنا مش الرغبه في الضربات، وانما معلش دي نقطه مهمه لانها تهم الجانبين. أكيد. مش الرغبه في الضربات ولا ضربات بالنقط ولا ضربات كذا، انما الرغبه في حل هذه المشكله هو اللي هيحلها. لان انا شايف ان المشاكل ليست بالعمق اللي هو يعني اثار المجتمع الى هذا الشكل. استاذ العشري تحدث عن بعض التصريحات من جانب قضاه المحكمه الدستوريه بان هناك بتنقليني للمحكمه الدستوريه. بالزبط. انا احترم المحكمه الدستوريه واحترم احكامها جدا يعني، والحكم الاخير بحل المجلس لم يكن إلا تكرارا لحكمين سابقين. فأنا ما أقدرش أتهم المحكمة الدستورية بأنها خدت هذا الاتجاه بناء على رغبة سياسية، ويعني ما استبقش هذا الحكم وأقول أنها خدته بناء على رغبة سياسية. خاصة أنا عاوز أقول شيء باعتباري كنت من القضاء وعارف، أنا عارف رئيس المحكمة الدستورية ماهر بحيري دلوقتي وماذا كان موقفه من قبل. لما كانش بيقبل الدخول في السياسة قاضي وقاضي بحق ويعلمه. ولكن استاذ مختار العشري يتحدث عن انغماس في السياسه. ما انا بكلم حضرتك انها جرت الى هذا المجال. انا كان ينبغي ان كل الاطراف تحافظ عليها بمنأى هذا المكان، لان انا بعتبر ان ليها احكام في الماضي احكام رائده، وانها كان يمكن ان تقوم بدور، وان كسبها حتى بالنسبه للحاكم اولى من مخاصمتها. طيب كيف يعني ترى هذه متعلقة حتى بالسياسة مفهوم سيادة المستشار؟ كيف ترى هذه الرؤية، هذه الرواية، انه كان هناك حكم هو موجود بالاساس، هناك نية مبيتة للجمعية التأسيسية؟ مين اللي يقول؟ يعني استاذ مختار العشري. انا شخصيا يعني عشان يعني انا ما سمعتش ان في نية مبيتة، فكيف احكم على كلام الاستاذ يعني؟ يا استاذه لينا انا مش اللي بقول. والله اذا كان في نفر بيقول انا شخصيا ما سمعتوش، مين اللي بيقول؟ اللي قاله بالفعل بعد القضاء. انما انا عايز اقول اتفضل استاذ العشري. حضرتك سامعني؟ مع حضرتك سامعينك يا فندم. يعني انت بتقول الاستاذ مختار اللي بيقول، انا ما بقولش، انا لا اقول. بعض القضاة اللي قالوا بالفعل وفي احد القنوات التلفزيونيه بشكل واضح. يعني لم نسمع هذا، يعني قالوا ما انه كان في نيه لاسقاط التاسيسيه فندم. يا فندم ايوه، التاسيسيه والشورى بوضوح، مش بس كده ولا اعلان الدستوري و عشان يعني احنا كان الكلام احد القضاة جيدا. يعني انا هل في سيادة المستشار، هل هناك محكمة في الدنيا لها متحدث رسمي؟ هل هناك محكمة في الدنيا كل موقف سياسي تصدر له بيان بهذه الكيفية
وتتحدث عن التيارات السياسية وهي التي ستحكم بين هذه التيارات. أي بيان؟ عاوز أعرف أي بيان المقصود، البيان اللي حصل بوقف العمل ولا غيره؟ أنا لا لا لا، ما قبل يا فندم، أصدرت ثلاث بيانات دلوقتي أو أربع بيانات. لا، في بيانات سابقة يا فندم حضرتك يرجع لها، يعني أتجد فيها حتى يعني بعض الخروج، لكن إحنا احترامنا وتقديرنا للقضاء والمحكمة الدستورية لن نعلق على هذا الأمر. لكن حتى أن الكلام بتاع سيادة النائب امبارح، نائب الرئيس، بأنه قد اطلع على بعض الأسباب للإعلان الدستوري، لأن السبب الرئيسي والأساسي ليس المقصود به فيه القضاء، لأن الرئيس يحترم القضاء والجميع يحترم القضاء بلا شك، لأنه الحفاظ على استقلاليته هو الحفاظ على هذا الوطن. طيب هل مظهر من مظاهر الحفاظ على الاستقلالية أستاذ مختار العشري لو سمحت؟ اصبري عليا يا أستاذ. طب أرجوك بس علشان وقتنا، أرجوك أستاذ العشري، يعني هل من مظاهر الحفاظ على الاستقلالية هذه المحاصرة المستمرة منذ الأمس؟ نعم يا فندم. هل من مظاهر الحفاظ على استقلالية القضاء محاصرة المحكمة الدستورية العليا والتي استمرت منذ فجر الأمس؟ يا أستاذة لما تبقي مصممة حضرتك، حضرتك مشكورة، أنا بقول لك ابعدي عن السياسة خليكي في القضاء. ابعدي عن السياسة وخليكي في القضاء، لكن ما زلت مصممة على هذا الأمر بهذه الكيفية. إذن يعني ده كان رد على ما تروه انغماس القضاء في السياسة؟ لا، الرد كان الإعلان الدستوري يا فندم، مش الرد حاجة تانية. طيب. الرد لو الإعلان الدستوري، أما الشباب وغضبهم من بعض التصريحات أو بعض الأحكام أو غيره، فهذا يعني أمر يمكن أن نتحدث فيه ونتحاور فيه. ألم تعلموا في حزب الحرية والعدالة أن الشباب لديهم النية للتوجه هناك والمبيت ومحاصرة ومنع السادة القضاء من الدخول؟ لا طبعا، وأعتقد أن البيان واضح، كان واضح جدا أول أمس وبالأمس أيضا. طب لماذا لم تدعوهم إلى العودة مرة أخرى؟ ومعروف يا فندم يعني التنظيم داخل الجماعة وداخل الحزب يعني يلزم كل أعضاء الحزب بالالتزام بأي من القرارات سواء بالذهاب أو بالعودة. هو على أي الأحوال، حتى لو متواجدين أو معتصمين أمام المحكمة، كما يعني أنا مش متأكد هذا الأمر، لكن إذا كانوا حتى لازالوا موجودين حتى الآن فهذا الأمر هم لم يمسوا ولن يمسوا بأي حال من الأحوال لا المرور ولا المحكمة ولا أي أشخاص من ألغيت يعني الجلسة ولأول مرة في تاريخ المحكمة الدستورية العليا. لأول مرة ماذا؟ تلغى إحدى جلسات المحكمة الدستورية العليا. أنت بتضرينا المسألة دي. طيب حاضر، أنا أكلمك بقى في المسألة دي. عندما قامت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء مجلس الشعب بجرة ألم، وأنا لست مع السيد الأستاذ المستشار أن هذا الحكم كحكم سنة 90 أو سنة 87، لأن بالعودة إلى الحكمين لم تدخل المحكمة الدستورية العليا على الإطلاق، مع اختلاف كذلك في الموقف بالنسبة للمواد التي كانت مطعون عليها وللنسب وإلى آخره. بغض النظر عن ذلك، المحكمة الدستورية لم تدخل في سنة 90 ولا في 87 في كيفية التنفيذ بالكيفية التي فعلتها المحكمة في هذا الحكم، وجعلت من نفسها محكمة موضوع بعد أن كانت الأصل أنها محكمة قانون ولا تتدخل في كيفية التنفيذ. يعني ما نتحدث عنه تحديدا، وبوضوح، عندما أصدرت المحكمة الدستورية هذا الحكم كانت المحكمة محاطة بعدد ضخم من الشباب، أكثر بكثير من الموجود الآن، بالإضافة إلى عدد كبير أيضا من الشرطة العسكرية. كان هناك حديث من السادة القضاء عن تحذيرات أمنية من التوجه إلى المحكمة. أستاذة أنا تخلينا أكمل الفكرة ولا هتقطعيني كل شوية؟ يا فندم إحنا مش بنقطع حضرتك، حضرتك أخذت وقتك شوية. واخد يعني وقتك في طرح أفكارك واستمعنا إليه. ما كنتش تتصل عليا. شكرا يا ست، مع ألف سلامة. شكرا جزيلا، بنشكر حضرتك أستاذ مختار العشري. أعتقد أنه الأمر واضح، مش محتاج يمكن لتعليق. أستاذ مختار العشري حصل على فرصته الكاملة، ولكن الحقيقة السؤال اللي كنت حابة أسأله لأستاذ مختار العشري، هل سيتجدد هذا المشهد اللي شفناه امبارح وشايفينه النهاردة من حصار واعتصام أمام المحكمة الدستورية؟ هل سيتكرر أمام مجلس الدولة؟ مجلس الدولة هينظر بكرة في قضية ضد الإعلان الدستوري الأخير الذي أعلنه السيد الرئيس.
هل سيكون هناك محاصرة لمجلس الدولة؟ هل سيكون هناك اتهامات لمجلس الدولة وقضاته بأنهم ينغمسون في السياسة، وبالتالي ربما شباب الحزب، ربما شباب الجماعة سيكون لديهم أيضا هذا الغضب وبالتالي سيتوجهون إلى هناك؟ يعني سؤال نتمنى أن نعثر على إجابة عليه، وفي كل الأحوال يعني غدا لنظره قريب ونتمنى ألا يتكرر في كل الأحوال. أستاذ عبد الغفار شكر يعني تعليقك على كل ما دار. يعني الحقيقة أنه إحنا مصممين، يعني أنت كنت الموضوع المناقشة هو التصعيد، إحنا مصممين أن التصعيد يتم في إطار سياسي. نمرة واحد، لا حوار مع السلطة قبل إلغاء الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري فيه عدوان على حقوق الإنسان المصري، فيه مخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فيه تعارض مع استقلال السلطة القضائية، فيه حرمان المواطن من حق التقاضي ومن حق الطعن على القوانين وعلى الأحكام، وعلى فيه شطب القضايا منظورة أمام القضاء. فهنا الحوار مش حوالين الإعلان الدستوري، الحوار حوالين مستقبل مصر. مصر فيها انقسام عميق، قرار الرئيس مرسي بالإعلان الدستوري عمق هذا الانقسام. عاوزين نوصل للأمان، تعالوا نقعد ندير حوار وطني بس في ظروف ليس فيها هذا السيف اللي على رقاب الناس وهو الإعلان الدستوري. فدي أول نقطة. النقطة الثانية، إحنا ضد هذا الدستور لأنه دستور ليس وثيقة توافقية، ونعبر عن وجهة نظر معينة وفيه يعني عديد من التفاصيل. وبالتالي إحنا هننزل العشرة أيام اللي جاية في حملة جماهيرية مكثفة لدعوة المواطنين أنهم يروحوا صناديق الاستفتاء ويقولوا لا. إذن لا للمقاطعة، لا ستدعون المواطنين للذهاب بعد قراءة الدستور. إحنا بنقول المواطن المصري اقعد في بيتك تاني، لا، إحنا ما صدقنا أن مئات الألوف المصريين جم ساحة العمل السياسي، عاوزينهم يواصلوا حتى لو مر الدستور. إذن هناك تصعيد ولكن هناك إيجابية، أن يكون هناك مشاركة وأن يكون هناك مسؤولية. إحنا عينينا على الحركة السياسية الجماهيرية ونموها وتطورها. تمام. سيادة المستشار عادل أورا، حضرتك رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، لو كنت في نفس منصبك بكل هذه التفاصيل والأشكال المختلفة للتصعيد، إزاي كان هيكون قرارك؟ لا، هو السؤال ده صعب قوي، لأن زي ما أنت شايف حضرتك المسألة فيها تصعيد من الجانبين. واللي أنا عاوز أقوله أن لازم في سؤال مبدئي، هل هو أنا رغم طبعا اعتراضي على الإعلان الدستوري، لكن اللي أنا عاوز أقوله، هل هو السبب ولا هو اللي فجر الخلافات اللي كانت موجودة قبل كده؟ أنا عاوز النوايا تصفو، ما يبقاش هو الإعلان الدستوري اللي يعقنا عن اننا نتفاهم. ليكن الاعلان الدستوري وهو في الواقع يعني معطل، ما حدش بيستعمله، لكن صح خطر، ما بقولش لا، انما الاول النوايا هل تصدق، حتى مش بقول علنا ونتكلم، هل تصدق النوايا في انها تتكلم مع بعضها؟ هل نحن صالحون اننا نقعد على منضده واحده ونتفاهم ولا لا؟ حتى في مساله رؤيه حضرتك ولا لا، ان لازم يحصل التفاهم، النيه صافيه حتى يحصل التفاهم على الغاء هذا الاعلان الدستوري والبيان مساليبه وعيوبه. طيب لو الغاء الاعلان الدستوري الخاص ومش بقول مع الحكومه بس، تمام، حتى مع الحزب اللي بيكون الاغلبيه. طيب يعني سيادة المستشار، يعني الرئيس يشتغل، انما الحزب اللي بيكون الاغلبيه تفاوضوا معاه، شوفوا ازاي دوت نصل الى يعني حل سواء بين الاطراف كلها. انما يعني الرئيس بقى ما يقعدش كل شويه، ما مش هيشتغل. يعني المصلحه مصر، طيب لما صعدنا الى مساله اقول للشباب ليها راي، أيوه. طب ما الشباب برضو محتاجه لان انا انصح، ما اسيبهاش انها تاخذ ولا انها تتظاهر قدام المحكمه الدستوريه ولا انها تروح للبدام. ده راينا احنا الكبار، مش بقول نفرض راي، لكن راينا يكون واضح ليهم على مخاطر هذا او ذاك، على ان يعني يكون موجه بشكل او باخر، لان فعلا هي النخبه بتحرك بس ده، والاعلام بيحرك، فلازم بالكاف. بالكاف
مش بالضاد. لا 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 لا, لا. طيب. شوفي انا راجل حريص ان انا اقول يا بالكاف طيب وبالكاف بالتاكيد. انا متاكد بس انه لا هو بحق يعني ايه انه يحرك الراي العام او يوجه الراي العام. طيب. دي قضيه لا اختلاف عليها بين كل الحمد لله. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار عادل اورا رئيس مجلس القضاء الاعلى الاسبق. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو جبهه الانقاذ الوطني. شكرا جزيلا مشاهدينا. بعد الفاصل هنتعرف على مظلمتين في ديوان المظالم وازاي ممكن نحلهم.